السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول لكم الفلاجيل وفوائده للحمام خاصة الزغاليل. في بعض الأمراض اللي بتصيب الحمام خصوصا الزغاليل في عمر بيبدأ في العمر ده أو أقل من العمر ده، بيحصل عندهم التهاب هنا في المنطقة دي. لو فتحنا ساعات أحيانا من جوه كده باين، قرب شوية، من جوه كده بيكون في مكان التهاب من جوه كده زي اللوز عند الأطفال، بيسمى مرض الكانكر. الكانكر ده علاجه سهل جدا، لكن ممكن تروح للطبيب بيطري يقعد يديلك أدوية كتير ما بتجيبش نتيجة. فأنا بستخدم الفلاجيل وأحيانا معاه مضاد السموم ده. مضاد السموم ده الاتنين دول لهم فوائد كبيرة جدا في حالة الكانكر اللي هي بتصيب الزغلول ده، وموت منها بيكون سبب في موت الزغلول، لأن بتقفل زور الزغلول، بيتمنع عنه الأكل، أبوه أو أمه ما يعرفوش يزققوه. وإحنا نقول إن هو الحمام الكبير مش بيزقق ولاده كويس، لكن هو في الحقيقة بيبقى عيب في الزغلول نفسه، يكون فيه مرض في الزغلول نفسه. فإحنا أنا جبت إزازة الفلاجيل أهوت في العمر ده أو أقل من العمر ده كمان، يعني في أقل من العمر ده، وبعطي منه سنتي. أدي إزازة الفلاجيل، افتحها، لسه ما اتفتحتش اهو، واسحب منها سنتي، ولو زاد شوية مش مشكلة، يعني ان كان اكتر من سنتي لحد 2 سنتي مفيش فيه مشكلة، مفيد. افتح بق الزغلول وادخل السرنجة، تمام اهو، ونحط الايه، لكن لانه لو اتحط في المية للحمام الكبير برضو طعمه مش كويس، مش بيشربه الحمام الكبير، مش بيحب طعمه، بيسيب المية قدامه باليومين يموت من العطش وما انوش يشربه. فاهو انا بعطي للزغاليل اللي هي اهو نقسم 3 سنتي على 2 زغلول اهو. جيب التاني اهو، بنقسم على 2 زغلول اهو. يوم من ده يوم فلاجيل ويوم من مضاد السموم ده، او ممكن نخلطهم على بعض، ممكن نحط من ده سنتي ومن ده سنتي مع بعض، ممكن نضيف عليهم المية. المهم نعطيهم من ده 3 ايام في عمر السن ده او اقل من السن ده لو ظهرت عليهم اعراض الكانكر. اوريكم كمان حجم اصغر من ده في الفلاجيل. ممكن في السن ده نديله الفلاجيل، نقتله حبة صغيرين كده، لو في السن ده اهو حبة صغيرين كده الكمية دي، لو هو مثلا نقول ايه اقل من سنتي او سنتي ما يضيفش منه ضرر. نفتح اهو باين اهو، بس تمام. هو طعمه مر، عشان كده الزغلول بيعمل كده، عشان طعمه مر زي الاطفال كده ما بيحبوش طعمه، هو برضو الزغاليل ما بتحبش طعمه اهو، قرفانة منه طبعا، لكن ما تخافوش من حاجة ان شاء الله عادي كده في الاول، اول شوية كده ممكن نسقيها شوية مية وراء عادي، زي ما بتجيب للولد حاجة حلوة تديها له بعدها نديله شوية مية احنا بعد الدواء اهو، تمام. وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية عشان نظرة الزغلول اللي هو عمر يوم.